طيب احنا المره الماضيه بلشنا نحكي عن ال how do you declare sockets، كيف خليني اتاكد هنا فقلنا انه احنا we create الساكت باستعمال الكول هذا اللي هو الطايب we declare it as of type socket. Socket is a class in Java. So this is my client now implements socket. The way you establish a connection between the client to server باستعمال you create a new for my client is of type socket. So you create a new one. وهذه new socket تعطي له المشين address وتعطي port number. Once you do that, هذه statement اللي هي أنا حكيت إنه actually when it's implemented بيروح الطلب للسيرفر. This is هاي معناها request to connect. هاي statement request to connect للسيرفر. افترض إنه هذا المشين نيم كان 127.0.0.1 ل 127.0.0.1 okay. وعلى البورت نمبر افترض انه نراي على البورت نمبر 2000 مثلا، باجي على البورت نمبر 2000 اللي هون. نعم انا اعلي صوتي شد عليه على الباور انت بحيث انه تفيس بطفي لحاله. طيب فهذه statement اللي موجودة هون actually it means request to connect، وهذه الريسبونس تبعها الرد عليها هذا اللي هو بيجي من السيرفر اللي راح نشوف بعد شوي. لازم يجي عندنا الاكسبت، لما يجي اكسبت بيطلع من هاي statement. فالستيتمنت هاي المدى تبعها اللي الروح على السيرفر والرجع من السيرفر وبيصل هون. فهسا مشان اللي بدي اعمله بدي احسب، انا بدي احسب بالضبط اللي هي التايم، هذا التايم اللي من هون لهون what does it take، شو اللي بصير. بدي افترض هسا انه مش ميو السيرفر تبعي، انا مش 127.0.0.1، بدي افترضه سيرفر جاي من منطقة من 78.0.2.31.5، هذا جاي من امريكا مثلا او من عالم اخر مكان بعيد. What does it take to send this message بحيث انه انا اقدر اضمن هون لما اعمل التايم اوت. هسه بنشوف المثل تبع التايم اوت قديش احط التايم اوت تبعي انا مشان اعرف هذا الوقت من هون لهون what does it take. نحسبها مع بعض على اساس شو صاير هون. خلينا اطلع من هاي هذا كيف بيسوي الواحد اللي هو ال ماشي بسجل لذلك يعني ما تحكيش اشي غلط التسجيل. وين هاي فالايديا انه انا بدي بكون موجود هون لان الكلاينت عمل اللي هي my client equal new socket وحط الادرس تبعه اللي هو خلينا نقول 78.1.31.5.2000. okay. This is a statement. هسه هذه statement لتروح وهذا السيرفر تبعي هون
يفترض انه السيرفر بعيد عنا شيء حوالي المسافة هاي من هون لهون، بعيد في اخر الدنيا من هون لامريكا قديش يعني؟ في تقريبا 4000 6000 كيلومتر، تقريبا 6000 كيلومتر بعيد يعني في مسافة تاخذ شغلة المكان بعيد. هاي لما قلت انا بدي تروح اودي مسج لهون، اوكي هذه بدها تنزل، عشان تنزل من عندي من ماي كلاين بدها تروح على التي سي بي، اوكي والتي سي بي بده يوديها للماك، والماك بده يوديها للفيزيكال، وهي الفيزيكال يجي لهون بتطلع المسج تبعي ودي لهون. فأنا من اللحظة اللي عملت فيها هاي ستيتمنت، هاي ستيتمنت بقول له بده ينزل على التي سي بي، بس التي سي بي مشان ياخذ المسج تبعي بده وقت. التي سي بي يعني بيشتغلش يعني هيك على بلاش، بده وقت. افترض انه هذا التايم تبعي اللي على التي سي بي من هون لهون كان 5 ملي سكند، مشان نحسب كل شيء بالضبط شو اللي بصير حتى المسج تروح للسيستم وترجع. فراح من هون لهون 5 ملي سكند، اللي هي ريكوست تو كونكت اخذ بالمسج تبعه، هذا اخذ الاي بي تبعي تبعي انا تبع الكلاينت، واخذ الاي بي تبع السيرفر، واخذ البورت تبع الكلاينت، واخذ البورت تبع السيرفر اتليست. هذول كلهم على بعض يعني اذا بتحسبهم يعني قديش الداتا تبعتها سمول، مش راح يساوي اكثر من باكيت، مش راح يحتاجوا اكثر من باكيت من التي سي بي. التي سي بي الباكيت تبعه عباره عن 1 كيلو بايت، هذا اقل من 1 كيلو بايت ولا اكثر. يعني الاي بي عباره عن 4 مقاطع، كل مقطع 4 ديجيتس، 4 × 4 16 يعني ماكسيمم 16 هكسا ديجيت، وكل واحد عباره عن 4 بيتس، فهذه بتاخذ لها شيء حوالي 64 بت. 16 ضرب 4 مش هيك 16 ديجيت، وكل ديجيت افترض انه باخذ 8 بيتس، مع انه باخذش 8 بيتس، باخذ 4 بس هو 16 في 4 اكشوالي 64 بت، وهذا كمان 64، وهذا البورت نمبر باخذ له حوالي 16 بت، وهذا باخذ له 16 بت، مش كثير يعني. فهذول كلهم عباره عن 1 باكيت. 1 باكيت. ها؟ وهذا الهيدر، وفي زيروز وونز. اللي هم زيادة، اللي هم هيدر قبل وبعد، هون بيطلعوا لهم شيء حوالي 10 و10 و20، بس تو شو انه الداتا اللي هون مش راح تعبي الباكيت. ف 1 باكيت ويل بي انف، فالتي سي بي هذا بيبعث باكيت واحد 1 باكيت مشان يروح للسيرفر. هذا از 1 باكيت واللي هو الداتا تاعته قليله. الان التي سي بي اخذ 5 ملي سكند ليقرا هاي ورتبها في باكيت، اخذ الباكيت دخلها هون على الماك ادرس على الفيزيكال، اعطاها دور. بدي افترض انا كمان مشان تكون الصوره انه مش انا الوحيد اللي بشتغل، اوكي فالتي سي بي راح جاب هذه الباكيت تبعتي وحطها بكيو بالدور. يمكن اكون انا اول واحد هون على راس القائمه واطلع على اللاين، ويمكن اكون رقم 2 ورقم 3 ورقم 4 ورقم 5 حسب ال قديش مشغول السيستم. افترض انه هذا الجهاز اللي انا شغال عليه في شيء حوالي 1000 بني ادم بدهم يتصلوا بهالسيرفر، يحكوا مع جوجل، على ياهو، يحكوا مع امازون، يحكوا مع اي واحد، مزبوط؟ This is it's possible. فبالتالي انا يمكن اكون على راس القائمه ويمكن اكون قدامي ناس. لو كان قدامي ناس هون مثلا، انا كنت هون، افترض انه انا الكلاينت 1 هون ماي كلاينت باكيت، جيت هون وقدامي 1 2 3، قدامي 3 باكيتس قبل، فهذا لازم يروح بعدين لازم يروح بعدين لازم يروح، فبستنى دور. هذا الدور بحسبه. اذا انا بقول انه الدور تبعي بالكيو بحتاج مثلا
خلينا نقول اللي قبلي هذول بدهم 100 ملي سكند ليروحوا، بدهم 100 ملي سكند، فصار الوقت تبعي انا 5 زائد 100 انتظار بالكيو، لان بدي اعرف انه انا مش الوحيد اللي بالسيستم، فبالتالي بدي استنى دوري. يا زي لما تروح انت على البنك، هون البنك معك حوالي بدك تصرف حوالي مثلا من البنك، افترض انه صرف الحوالي باخذ تقريبا 5 دقائق، بس انت لما تروح تاخذ ورقه وقدامك شيء 10 بنادم، طلعت على رقمك انت مثلا 250 وعلى الشبابيك اللي قدامك هناك اخر رقم 240، فقدامك 10، فانت بتحسب كل واحد بده 5 دقائق، بتحسب لحالك 10 ب 5 50 دقيقة على فرض كل اللي عندهم ارقام موجودين، فبتحسب لحالك بدك ساعة تقريبا ليلحقك الدور، بدك 50 دقيقة زائد 5 هي 55 دقيقة. فاذا واحد اتصل عليك تلفون قال لك امتى بتخلص، بتقول له والله هيني دقيقتين مخلص، مش مزبوط حكيك صح، بدي 5 دقائق باخذ الحوالي تبعتي، مش مزبوط، قدامك 10، هي نفس الشيء. فاحنا بنحسبها هيك. اسا اجاك الدور، اجا الدور، صرت انا موجود هون وبدي اطلع اسا على اللاين. شو انا بدي اطلع على اللاين؟ اللاين تبعي اللي هو الواي فاي هون، او السلك هذا اللي هو الايثرنت. هذا السلك كمان مش يعني بلحظة برمشة عين وانه كل الديتا عليه، في اشي اسمه اللي هو من هون اللي هو هذا، في اشي اسمه الديتا ترانسفير ريت، يعني هذا كرت، فيه كرت الايثرنت او كرت الواي فاي بده يسحب لك الديتا اللي هي هاي الباكت تبعتي، بده ياخذها وحطها على اللاين بت باي بت 00100، بده يحطها على اللاين بتس. هي لما تصل على اللاين بتنطلق بسرعه الضوء، لما تنتصل حطيت الديتا على اللاين راح بسرعه، بس عبين ما تحطه على اللاين، تحطه على اللاين فيه له وقت معين، هذا الوقت المعين اللي هو actually اللي هو بسموه زي ما حكيت data transfer rate من هذه القطعة اللي هون، هاي قطعة هي مش بس ساكت، لتطلع الداتا من هون لهون هذه فيها rate، فيها سرعة، فيها speed معين. وإذا أنت بتشوف عمرك شفت إنه بقول لك إنه أنا الجهاز تبعي عليه كرت 100 ميجا بيتس بير سكند، 100 ميجا بيتس بالثانية، يعني بالثانية بطلع 100 ميجا. أو بقول لك إنه أنا الجهاز تبعي فيه بتحمل 10 100 و1000 ميجا اللي هي 1 جيجا بيتس بير سكند. هذا اللي أنتوا على الأجهزة تبعتكم وعلى الأجهزة تبعتنا والواحد لما يشتغل فيها، هذا هو سرعة تنزيل الداتا على اللينك. هذا المفروض انتوا اخذتوه بالنتوركس، يعني بكورس النتورك يكون شرح شو يعني الداتا ترانسفير ريت، كيف بنطلع الفيزيكال لاين، لانه هذا الفيزيكال، فالفيزيكال اللي هو الخط الوايرلس او الخط هنا ما بنزل الداتا عليه شكل واحدة، يعني مش بتجيب كيف الواحد إذا حدا عمره شاف على اليوتيوب الإسكاليترز اللي بيكونوا مركبين عليهم صناديق تمشي على الحزام، أو حتى بالحزام الناقل تبع كارفور تبع السيتي مول تبع السيف واي، انت بتكون عربيات ماشي ورا بعض، يعني بتحطش انت كل ما في السوق مرة واحدة على الحزام وبمشي، بتودي واحد واحد لأنه في له باندويث، يعني الحزام هذا بتقدرش تحط عليه كل الاغراض اللي بالسوق مره واحده وتنقلهن، مستحيل، تحط عليه صندوق صندوق، عربايه عربايه. هذا معنى اساس لتفوت العربايه من هون لهون بدها وقت، هذا الوقت بسموه داتا ترانسفير ريت. هذا بتحمل، افترض انه بتحمل السرعه تاعته 10 ميجا بتس بير سكند، يعني بالثانية بطلع 10 ميجا بيتس. هسا أنا عندي كم بت هون، أنا حسبتهم مسائيات 64 و64 128 و32 قديش بطلعوا 128 و30 158 160. افترض أنه
بدنا نضيف عليهم كمان أشياء من هون زيروز وإلى آخره، يخلي تكون مثلا 500 بيتس بدنا نطلع توتال. هذا اللي رايح الريكوست تو كونكت 500 بت. 500 بت هذول قديش بياخذوا وقت ليطلعوا على اللاين؟ ها؟ 510. 500 من اصل هذا بطلع لي 10 ميجا بتس، يعني 10 ملايين، هي معناته 10 ملايين بت بالثانية الواحدة. الساعة الثانية احنا قاعد بحسب هون بالملي سكندز، هذا الثانية يعني 1000 ملي سكند صح؟ يعني بطلع لي 10,000 بت بالملي سكند، يعني 10,000 بتس بكل ملي سكند. طب انا ما عنديش 10,000 بت، انا عندي 500 قديش باخذ وقت؟ اقل من هذول، فبتقسم هاي 500 على 10,000 صح؟ بيطلع عندك انه الوقت تبعك هاي 500 تقسيم 10,000، تشطب هاي مع هاي الخمسة واحد، يعني 5% واحد على 20 من الملي سكند، يعني 0.05 ملي سكند، 0.05 ملي سكند يعني بالمايكرو سكند، يعني 50 مايكرو سكند. هاي مشان نحسبها حسبة دقيقة بالضبط، باخذ عبين ما تنتقل الداتا من هون لهون بدها 50 مايكرو سكند. ال 500 ميجا 500 بت، لو كان عندي انا بدي ابعث 1 ميجا، يعني 1 ميجا بتس اللي زي صورة كاملة بدي ابعث مسج صار، هذه ال 1 ميجا هي بدل ما تكون وين راح عندي 500 على 10,000 بتصير مليون على 10,000، بتصير 100 مايكرو سكند. اوكي 100 ملي سكند، اسف، مشان تنتقل على اللاين. بمعنى اخر انه الانتقال على اللاين بحسبه انا، فصار عندي هون 5 زائد 100 زائد 0.05 ملي سكند، فصارت الداتا هون. طب الداتا هون كيف بدها وقت لتوصل لهون؟ مزبوط، يعني كونك حطيت الداتا على اللاين هي وصلت على السيرفر؟ وصلت، بدها وقت. هذا الوقت قديش بتحسبه؟ يعني شو باخذ وقت لتصل من هون للسيرفر هذا بعيد عنك 6000 كيلو؟ ها؟ السرعة قديش؟ باللاين واحد بسموه سرعة الالكترون بالخطوط الكهرباء، قديش سرعته؟ سرعة الضوء صح؟ بيمشي بسرعة الضوء، طيب سرعة الضوء قديش؟ تقريبا. حد بيعرف قديش سرعة الضوء؟ مالكم ساكتين؟ كأنه بنحكي الطلاسم. مش عاجبك يا مرفت صح؟ بتقول ابصر شو الدكتور بيحكي عن شو؟ ولا عادي؟ عادي. حد بيعرف سرعة الضوء؟ ايوب قد ايه سرعة الضوء؟ انت مش معي صح؟ لا قاعد بتشتغل على ولا قاعد على جوجل بتسأل؟ قد ايش قال لك جوجل؟ ميل، هذا بالميل. لا بالكيلو، 299,000 يعني تقريبا قد ايش؟ 300,000 كيلو. 300,000 كيلومتر بايش؟ بالدقيقة ولا بالثانية؟ بالثانية. هذا بيمشي بسرعة 300,000 كيلومتر بالثانية. أنا بدي أمشي 6,000 كيلو. مش هيك؟ طبعاً هذا بالثانية بدي أقسم على 1000 مشان يطلع بالملي سكند. بطلع عندي 300 كيلومتر بكل ملي ثانية. أنا عندي 6,000 كيلو، 62 على 3 20 ملي سكند. عرفنا كيف حسبناها؟ المسافة على الزمن، على السرعة. المسافة اللي 6,000 كيلو متر تقسيم السرعة، يعني 6,000 كيلو تقسيم السرعة. السرعة لأنه أنا بدي إياها بالملي سكند، بدل ما أعملها 300,000 كيلو بالثانية شلت الثلاث أصفار وخليتها 300 كيلو بالملي سكند، فراحوا صفرين مع صفرين، 60 على 3 يساوي 20. بس هذا مش كالكولاس ولا هو علم فضاء. في فالناس ما حد شو يقول لي إنه الدكتور بيشرح لنا الفيزياء النووية مرة جاء
جبنا هذا السؤال الامتحان واحد من الطلاب راح للكنو للعميد أو إشي قال له الدكتور بشرح لنا فيزياء نووية يعني تقسيم وضرب وجمع مش فيزياء نووية. الفيزياء النووية برضو فيها جمع وطرح وضرب بس أرقام أكبر من هيك شوي. الدكتور بيقطع هاي المسافة كلها بـ20 ملي سكند. إيه بقطعها بـ20 ملي سكند إذا مشى بسرعة الضوء. دكتور هذا على فرق إذا كان عندك وير بس هو فعليا بكون في عندنا روترز وسويتشز وكلهم بيشتغلوا الكتروني كلهم بيشتغلوا بنفس السرعه فبالتالي هذا بتلاقيه يفترض انه يو اجنورت هذا يعني اذا بدنا نقول لك احسب الراوترز والسويتشنج تايم بنغلبك شوي زياده بنقدر نغلبك اذا بدنا ها بيجي هيك الشيء سامع بيجي هيك الشيء بالامتحان بيجي هو هذا ليش انا بشرح فيه قاعد بالتفصيل لانه هذا سؤال الامتحان ما هو مش نفس الأرقام بغير لك شغلات تقريبا يعني أنا عادة لما أقول لك هذا الموضوع اللي بشرح فيه بيجي سؤال يعني هذول من الأسئلة اللي بجيبهم يعني يمكن أحكي لك 4 شغلات بيجوا بامتحان بجيب 2 منهم أو 3. طيب إذا شو طلع عندي هون أنا طلع عندي 20 ملي سكند بضيفهم لهون طلع كمان زائد 20 فهذا التايم اللي حسبته انا ضمن انه المسج تبعي هاي النيو ساكت وصلت لهون وصلت خلال 20 زائد 5 زائد 0.05 زائد او هون زائد 100 فيه كمان زائد 20 100 شو هي المية اللي جبتها اللي هي الويتنج تايم مش اعتبرت الويتنج تايم لاحظ من الويتنج تايم اكثر شيء اجمعهم وين صار خربشنا الارقام احنا 5 زائد 100 زائد 0.05 زائد 20 125.05 هذا البوينت 0.05 لما تكون زي هيك فيك انت تشطبها ولا اذا بتكون دقيق بتخليها هذا وصل لهون الرجعة الرجعة من هون وطبعا راح يحسب بالاول هيك بعدين ودي لك اياه على الاغلب يكون نفس الوقت الا اذا اللي ها سيرفر على الكيو السيرفر على الكيو هون قديش بده الوقت هذا وكمان التايم تبع الترانسفير ريت هذا يمكن السيرفر يكون عنده بدل 10 يكون عنده 100 ميجا بيتس بير سكند فبدل بدل ما يكون 0.05 هاي بكون 0.01 بكون اسرع اوكي نفس كيف نفس الويتنج تايم لا الويتنج تايم مش بالضروره نفسه لانه قلنا انه هذا حسب البزنس تبع السيرفر قديش بيزي بس يمكن يكون السيرفر بيزي كثير ويصير عندك انت التايم تبعك 5 اللي هو الويتنج تايم هذا في ويتنج تايم بدل ما يكون 100 يمكن يكون 200 الويتنج ويمكن يكون هذاك 0.01 لانه الكرت اللي هون اسرع من الكرت اللي غاد this is a big server اسرع منه زائد في عندك 20 ملي سكند اللي هم اللي هو actual سرعة الضوء اللي هو حسبناه هون وفي عندك اللي هي التحويل من الخمسة شو اللي هي احنا قلنا اللي هي TCP reading لما بدك TCP time بده يوم وخليه يكون هذا زيه زائد 5 فبطلع عندك انت time تبعك 225.01 فبتجمع هاي زائد هاي بطلع عندك التوتال اللي هو هذا الوقت تبعك 125 و225 350.06 ملي سكند هذا الافريج تايم يعني التايم المتوقع على اعتبار انه البزنس تبعت الكلاينت وتبع السيرفر حسبناه فاذا بدك تحط تايم اوت بقول لك انه قديش التايم اوت اللي لازم تعمله للكلاينت لازم يكون اكثر من 350 بتحط التايم اوت تبعك
مثلا 400 ملي سكند، تعطي لحالك مجال اكثر شوي، او بتعطي له اذا اعطيته 300 ملي سكند طفلك، يعني بتكون لكي كثير انك انت جاك رد خلال 300 ملي سكند. اذا كان الكلاينت تبعك مش بيزي والسيرفر كمان مش بيزي، اوكي. الابسولوت مينيمم اذا بدك تقول انه تقول لك قديش الابسولوت مينيمم تايم اوت لازم يكون لك هون، اذا بدك تحسب انه هذا الويتنج تايم تبعك 100 ما فيش وهون 200 ما فيش، فبتشيل 100 من هون 125 بيطلع 25 ملي سكند، والرجعة 25 بيطلع حوالي 50 ملي سكند. يعني لو واحد حاط التايم اوت 50 ملي سكند اند هي جت ذا ريزلت اوكي هي از لاكي، معناته ما فيش بزنس فيش ويتنج تايم. اذا في ويتنج تايم، اذا انت مثلا باجي بقول لك والله انت عامل فرضا التايم اوت تبعك عامله 100 ملي سكند، ومره بتزبط او 9 مرات بتزبط ومره بتزبطش، يعني بتشتغل بتشتغل 9 مرات زبطت 10 مرات بيطلع عندك تايم اوت، وين المشكله؟ المشكله انه بصير الويتنج تايم، انه بالمره الاولى هون لما كنت حاطه 100 ملي سكند اصلا الكوميونيكيشن تبعك الاكتوال كوميونيكيشن بدون ويتنج تايم 50، بدون ويتنج تايم 50، فانت اون ذا سيف سايد. اذا ما في ويتنج تايم امتى بصير مشكله؟ لما يصير في ويتنج تايم. فهذا اللي التصور انه وات هابنز ان ذا نتورك يو هاف تو اندرستاند ات، لانه قد يكون جزء من المشاكل تاعت السوفت وير تبعك بهذا السبب، مش لانك انت مش كاتب سوفت وير كويس، يمكن انت كاتب السوفت وير وكاتب البرنامج مليح كل شيء بيشتغل، ولكن لانك ما حسب ما اخذت بعين الاعتبار انه في كوميونيكيشن. مثلا انت متعود في ناس كانوا يجيبوا برنامج بيشتغل على الجهاز تبعه، اذا السيرفر على الجهاز والكلاينت على نفس الجهاز بيشتغل، يجي يقول له طيب حط لي اياهم على الجهازين بجنب بعض، افصلهم هذا السيرفر وهذا كلاينت، بطل يشتغل، في مشكله. يعني صار في الكوميونيكيشن اللي بين الجهازين مش محسوب حسابه بالكود تبعه. That's one of the problems. واحد من المشاكل انه لا ينتقل من جهازي لجهازك، بده يروح من الجهاز عن طريق الوايرلس على الـ الاكسس بوينت اللي هون اللي هي المودم ويرجع لهون، هذا في وقت، قد يكون الوقت 100 مايكرو سكند، بس اتس تايم بدك تاخده بعين الاعتبار. بدك انت تاخده بعين الاعتبار اذا عامل تايم اوت عندك. اذا مش عامل تايم اوت وخليته الديفولت، هسا الديفولت تايم اوت سيستم بتحكم فيه، هسا السيستم يمكن عامل لك اياه الديفولت تايم اوت 1 ملي سكند، بكفيش 1 ملي سكند رايح جاي بين جهازين، موست لايكلي ات ويل نوت ورك. فهذا ضروري نكون احنا طيب. هسا واحد من الشغلات اللي بدنا كمان ناخذها بعين الاعتبار انه مش كل كونكشن بيزبط. There are many reasons why the connection will not work. لذلك بنقول له انه socket my client، وهذا اللي هو النيو بحطه ضمن إشي بسموه تراي. هذه التراي اللي هي بتشوف اللي actually it takes time out اللي أنا بحكي فيه. No, I try يعني I want to try a connect، بس if it doesn't work اطلع لي من هون، بضل كيش معلق. أنا حكيت إنه this statement بتروح على السيرفر وبستنى للسيرفر يرجع لي الريزلت. أسا يمكن السيرفر ما يرجع لي ريزلت لأكثر من سبب. واحد، السيرفر أصلا مش شغال. اثنين، الاي بي ادرس اللي أنا حاط له is wrong IP address. ثلاثة، البورت نمبر اللي حاطه أنا مش مستعمل أو جاي أكثر من يعني البورت مش موجود، السيرفر بيستعملهوش، أو السيرفر closed it، كان شغال وهي closed it.
فهذه مشاكل بالسيرفر نفسه. السيرفر مش شغال بالمرة، يعني did not start، يعني you did not run it، أو إنه الاي بي ادريس تبعك غلط، أو البورت نمبر تبعك غلط، أو الكوميونيكيشن تايم اللي أنا حسبته إسا في ديلي كثير على النتورك، بحيث إنه ما رجع لك الريسبونس ضمن وقت مناسب اللي هو الوقت اللي أنت حاطه as time out، أو اللي السيستم عامله ديفولت. فبالتالي ضمن هذا الحكي الكلاينت بيجي يقول إذا ما رجع لي ريسبونس من السيرفر اطلع اكسبشن، اعمل لي الاكسبشن هاي. هذا الاكسبشن كاتش اي او، هذا كاتش الاكسبشن اصلا هو راح يعمل اكسبشن، يعني هو راح يعمل اكسبشن ويطلع من السيستم، يعني تول فيل. انا بديش هي يعمل فيل، فبدي اياه يمسك الاكسبشن هذا يطلع لي ايرور سيستم برنت ايرور مثلا، واطلع من السيستم، مش من السيستم، اطلع من اللوب هاي. اوكي، فهذه ستيتمنت we will always use it, always use it every time we want to do a communication بيننا وبين السيرفر او بين السيرفر والكلاينت. we will use it through a try. try هذه معناته اذا ما تم الكوميونيكيشن وما اجاني accept وما اجاني response within a certain time limit I will catch an exception. هذا بخليك تشوف انه الحسب اللي انا حسبتها مش هيك بس مشان نغلبكم فيها، بس مشان اعرف انا اتوقع انه هذا الاكسبشن تبعي راح يحصل اذا كان الوقت اللي من لما ابعث المسج ولا يرجع المسج اكثر من التايم اللي عامله التراي. هذا التراي هذا ديفولت تايم، له ديفولت، قد يكون 100 ملي سكند، 200 ملي سكند، 1000 ملي سكند، له ديفولت. يو كان فايند ات، جوجل ات، يو ويل فايند وات از ذا ديفولت تايم اوت فور ا تراي. أسايات you can أنت enforce it هون بهذه الماي كلاينت يكون new تحط له time out في time out statement. time out بالconnect if you want to do a time out في إلى طريقة ثانية منعملش هيك، إحنا منعرف الساكت بعدين بقول له my client يكون new socket وبحط له بسكر الجوز، بعدين بقول له connect وبعطي له ال IP address وبعطي له port number وبعطي له time out parameter تبعي، بقدر اقول له تايم اوت 1000، تايم اوت 100، تايم اوت 50، انا بقدر احدده. اذا خلص التايم اوت بنعمل الاكسبشن هون. هذا اون ذا سايد اوف ذا كلاينت، هذا من جهه الكلاينت. طيب من جهه السيرفر، اساس السيرفر نفس الموضوع، اكسبت انه احنا قلنا السيرفر بخدم اكثر من كلاينت، ولا ليش اسمه سيرفر؟ مشان يخدم اكثر من كلاينت. فبالتالي في عندي شغلتين، انا في عندي بالاول اي كرييت ا سيرفر سوكت جنرال، هذا السوكت اللي هو او البورت نمبر اللي بدي اعطيه اسمه ماي سيرفيس، وبروح بحط له ماي سيرفيس يساوي نيو سيرفر سوكت وبعطي له بورت نمبر. هذا بس مشان اعرف انا السيرفر سوكت تبعي وبعطي له هالبورت هذا، سميته انا الماي سيرفيس اتس اوف تايب سيرفر سوكت. هذا سيرفر ساكت هي exactly the same as the client، بس أعطيناها سيرفر ساكت مشان أقدر أخلق عليها عدة sub ports إنه يجي ال clients على هالبورت هذا أكثر من client. okay. فمنيجي إحنا باجي بخلق هون كمان ثاني ساكت ثاني في داخل ال I'm still within the server، بسميه client socket. في عندي صار two sockets بالسيرفر، واحد منهم اللي هو ال my service اللي هو هذا تبع المين، هذا المين ساكت تبع السيرفر. افترض انه هاي السيرفر تبعي هون انا، وهي اللي هو الماي سيرفيس ساكت،
وعلى البورت نمبر اللي هو افترض انه البورت نمبر 2000. ناو هذا بده يستقبل كلاينت، بده يستقبل كلاينت 1 وبده يستقبل كلاينت 2 مثلا. بده يجي له 2 كلاينتس زي ما حكيت. ليش هو سيرفر؟ مشان ياخذ اكثر من كلاينت. يعني مشان يستقبل كلاينت جيت انا هون عملت له ساكت وفي تايب ساكت زي تبع الكلاينت سميته كلاينت ساكت اللي هو هذا كلاينت ساكت نسميه كلاينت ساكت 1. قلت له نال يعني لسه ما فيش في عليه، بعمل له انيشاليزيشن. وبعمل كمان بنفس الطريقه بعمل هون واحد ثاني ساكت كلاينت ساكت 2 كمان كلاينت ساكت 2 تساوي نال. فصار في عندي كلاينت ساكت 2 هون اثنين معرفين على نفس البورت، ما اعطيتهمش بورت جديد. اوكي فصار كلاينت ساكت 1 اتز ا ساكت وذين ذا سيرفر اللي هي هاي، هذه واحده وهي واحده ثانيه هون. فصار على البورت ال 2000 هذا، هذا في كلاينت ساكت 1 بيستعمله وهذا كلاينت ساكت 2 بيستعمل هاي. لو بدي كمان ثيرد كلاينت بروح بعمل كمان 1 مور، فصار كله بهذول بيستعملوا نفس البورت اللي هو 2000. فانا مش مضطر اعمل لكل كلاينت بورت. وهذه التريك اللي عملت جافا طبعا عملوه اللي بيعملوا الساكت، قال لك ما انا سيرفر وبده يجيني 1000 كلاينت، لو كل كلاينت بدي اعمل له بورت بخلص البورت تبعوني بسيرفر واحد. It doesn't work. فبالتالي راحوا شو عملوا؟ عملوا المين بورت وعملوا سب كلاينتس او سب سوكيتس من داخل الساكت هذه، قسموها انترنالي. بس هو شو يعني قسموها؟ قسموها بسموها تايم ديفيجن. تايم ديفيجن مش سبيس ديفيجن. تايم ديفيجن يعني هاي البورت، عشان الصوره توضح، هاي البورت تبعي اللي هو 2000، خلينا نحطه هون 2000. اوكي وصار في عندي كلاينت اللي بده يجي ياخذ يقرا من الكلاينت، صار في عندي كلاينت ساكت 1 كلاينت ساكت 2 كلاينت ساكت 3. كل ما هذول بعطيهم دور، بقول له كلاينت ساكت 1 بيجي هون بيشوف في إشي الي انا باسمي على كلاينت ساكت 1 على الـ يعني فعليا هو بالساكت هون، بس انا الي دور. فهذا قرا بس يخلص بيجي بعديه كلاينت اللي سكند ساكت 2 واحد بس. ها بخدم كلاينت واحد ات ذا سيم تايم. اكزاكتلي ايوه. بصير انه افترض انه انا الكلاينت جاي من برا، هذا الكلاينت 1 وهذا كلاينت 2، انا جاي على كلاينت ساكت 1 على الانتري وهذا جاي على كلاينت ساكت 2، بس كلهم بيفوتوا هون. هون بصير التقسيمة، هاي تقسيمة بالوقت، يعني انا كل واحد وقته بياخذه لانه انا ما قسمت البورت. ما هو البورت واحد عبارة عن 1 ادرس، كيف بدي اقسمه انا؟ فبدل ما اقسمه بالسبيس قسمته بالزمان، زي كيف بالكونتكست سويتش اللي اخذتوه بالاوبريتنج سيستم. ولما اخذتوش الاوبريتنج سيستم اخذته في شيء اسمه كونتكست سويتش، صح؟ كونتكست سويتش يعني بالدور بدي اشتغل على السي بي وعلى السكجولر واحد ورا الثاني. هذا اللي بصير هون. فاذا السيرفر ساكت اختلف عن الكلاينت ساكت، انه في مين ساكت اللي هي سيرفر ساكت، وفي سب ساكتس اللي هي ساكت كلاينت ساكت 1 كلاينت ساكت 2 كلاينت ساكت 3 كلاينت ساكت 4 الى اخره، بتعطي قد ما بدك انت. طبعا اذا انت بدك تخدم 1000 بدك تعمل 1000 واحد. او بنروح على الثريدز اللي لما نحكي عن المالتي ثريدنج كيف بنحلها. ها الجاي محاضرة الجاي. المحاضرة الجاي بنكمل زي هيك. يوم الخميس بيكون عندنا كود، لا مش كويز، لا خميس راح يكون راح يكون لا هون يعني اكشوالي راح نشتغل البرنامج. هاي عملتهم بس ضل نعبي هذول الاشياء ما عرفتهم. مين اللي عملت لك اياها؟ اميره. وهذا لازم نرفقه، بس لازم نصورها، لازم لما نطلع البحث العلمي نصور هذا نسخه لنا كمان. طيب ليش ما صورت؟ لانه
فيش انتم هناك شو الفاتورة هي؟ مش كاتب عليه ايش؟ كتاب تاعت راس باري. اوه راس باري اه. نسك تفرمانه. كان زي راس ماري. طب ليش مش حاطة الرقم البحث؟ مش عارفة هاي. ما هي عند عبير كان. كنت من عبير بتعرف. الله يسلمك. بترجع يعني؟ شو عندك هسه عندي؟ هلا بريك. ضل بريك؟ استفيد من البريك. الله الله يعينك. بدي ال أقول لك بدي أريحك. أنا بفوت على الاسم ولا معبين إشي. مش عارف إيش. طب دكتور أنت ضالة بعد الثنتين ولا طالع على عمان؟ لا طالع مباشرة بعد النهاية على عمان. يعني خلاص أحكي للبنات يروحوا لبكرة. يعني ممكن لازم نجتمع دكتور نبلش الشغل. اجتمعوا مش معي. بدنا نحكي لك كم شغلة إحنا نبلش كم شغلة. بكرة مش معي مرة. كمان بكرة مش معي. أنا اليوم هون نصكم. طيب. طب ليوم الثلاثاء يعني هذا 55 شو العدد واحد عدد واحد دينار. هاي كافيتو عدد واحد جنتين معنا بس بعدين يعني بال أنا تحت. Thank you.